في إطار الصحة في رمضان هناك عدة تساؤلات متداولة حول الصحة في أثناء الصيام خلال هذا الشهر المبارك، ومن بين هذه التساؤلات: هل يجب الصيام على الشخص المصاب بالسكري؟ كيف كتعرفوا بأن الأشخاص اللي عندهم مرض السكري تحت السيطرة، سواء كياخذوا نظام غذائي متوازن أو الناس اللي كياخذوا الأقراص، ممكن لهم يصوموا بشرط أنهم يستشروا مع الطبيب المختص، بحيث أن الطبيب المختص ممكن ليه يبدل لهم هذوك الأدوية اللي كيستعملوا خلال نهار الصيام في أوقات خارج الصوم، وبالتالي ممكن لهم يصوموا. بالنسبة للنوع الثاني ديال السكري وهو الأنسولين، بالنسبة لهاد الناس صعيب عليهم باش يصوموا، وخاصهم استشارة طبية مختصة باش يشوفوا معه واش ممكن هذوك لي دوز ديال الانسولين يقدم لهم الطبيب ويحاول ينقلهم لهم من وسط النهار الى خارج اوقات الصيام، وذلك دائما في اطار استشارة طبية مختصة. بالنسبة للصداع النصفي او بما يسمى بالشقيقة، هو سؤال من ضمن عدة تساؤلات تطرح في هذا الشهر. فعلا بالنسبة للصداع النصفي الغير المستقر والغير المتحكم فيه، هنا خاص استشارة طبية مختصة بحيث واش الإنسان يصوم ولا ما يصومش. بالنسبة لي نحن كأطباء في القطاع نقدر نصحوا هاد السيد المصاب بالشقيقة الغير مستقرة بأنه ما يصومش، ولكن في حالة أن هاد الصداع النصفي تعاجب الأدوية وبتغييرات في النظام ديال نمط الحياة، هنا ممكن لي يصوم، ولكن دائما في إطار الاستشارة الطبية المختصة. مسببات الصداع النصفي هو كيف كتعرفوا هو نقص في الجليكوز في السكريات اللي كتوصل للدماغ، وممكن تنتج على اضطرابات في الضغط، ارتفاع الضغط الدموي، مما يؤدي الى هذا الصداع النصفي او بما يصطلح عليه عامه بالشقيقه. بالنسبه لانواع الرياضه اللي ممكن يمارسها الصائم في شهر رمضان، مثلا المشي، الجري، السباحه، الرياضات الغير يعني فورسي، الرياضات الشاقة، غير الشاقة، عدم ممارسة الرياضات الغير الشاقة، ويجب أن تكون هذه الرياضات وهذه الممارسة تكون خارج الأوقات الحارة وما تكونش في جو حار. علاش؟ لأن الإنسان كيتعرض للاجتفاف، لا ديزيدغاتاسيون، وهذا الاجتفاف قدر يؤدي مضاعفات خطيرة عند الشخص الصائم. رمضان والتدخين، هذه هي الفرصة المناسبة باش الناس اللي عندهم تدخين يديروا الإقلاع عن التدخين، وهذا الشهر المبارك هو أحسن فرصة لهاد الناس باش يحسن باش يقلعوا نهائيا عن التدخين. أولا خاص الإنسان تكون عنده العزيمة والإرادة أول شيء، وخاصه يحاول يقلع عن التدخين ماشي بوحده، يحاول يشوف الناس اللي يحاولوا يقلعوا على التدخين في شهر رمضان، ويحاولوا يخلقوا حلقات اجتماعية ديال التواصل بيناتهم والتضامن بيناتهم باش شي يحفز شي ويقلعوا على التدخين. بالنسبة للسهر، كيف كتعرفوا خلال رمضان نمط الحياة كيتبدل، الإنسان كيبدأ يسهر من فوق 12 ديال الليل، 2 ديال الليل، كيبقى سهران حتى 3 ديال الصباح ولا 4، وهذا الشيء كل شيء كيخل بالتوازن الطبيعي ديال جسم الإنسان. طبيعيا الإنسان خاصه بمجرد الأذان يفطر، يصلي، يقضي الاغراض ديالو، ولكن ما يتجاوش، يحاول يتجاوش 11 ديال الليل ولا الماكسيموم 12 ديال الليل باش يعطي المخ ديالو والجسم ديالو الراحه الكافيه، وينعس ليه يرتاح حتى قبل فتره السحور، ويفيق ياخذ السحور ديالو ويؤدي صلاه الفجر او وينام، ولا يؤدي صلاه الفجر ويقدر يباشر الاشغال ديالو. هذا هو النظام السليم باش الانسان ما يرهقش دماغه ويتصاب بالصداع خلال صباح او نهار الصيام. الصائم كيف ما قلنا في الاول، صوموا تصحوا، الصوم يساوي الصحه، اذا الانسان خاصو يحافظ على هذا المبدا ديال الصيام، لان الصيام هو ضروري بالنسبه للانسان، راه بحالو بحال الهواء، بحالو بحال الماء. كيف ما قلنا الصيام هو كيدير عنده جوج عمليات، عمليه البناء وعمليه الهدم. عمليه البناء ديال الخلايا المسببة مثلا للسرطان، الخلايا المسببة للسكر، ولكن في نفس الوقت عنده عملية البناء، كيبني الجسم من جديد وكيخليه في صحة جيدة.